شما بو وبرو روحو قديشو حاضلوه شريرو آمين. إخوتي الأحباء، نحن في الأحد الأول بعد عيد العنصرة. بحسب ترتيب كنيستنا كان عنا مناسبة قبل بيومين، نهار الجمعة يلي منسميه جمعة الذهب، اللي مأخوذة من قول بطرس الرسول بأعمال الرسل للمقعد يلي كان على باب الهيكل لما طلب منه صدقة منه من يوحنا، وقال له بطرس لذلك المقعد: لا ذهب ولا فضة عندنا، لا ذهب ولا فضة عندنا، ولكن ما لنا نعطيك، باسم يسوع المسيح لك أقول قم وامشي. وأعطاه الشفاء أكثر مما كان يتمنى ذلك المقعد. ومن قول بطرس لا فضة ولا ذهب سمينا نهار الجمعة جمعة الذهب. قبل ما نتأمل شوي بهذه الحادثة، حادثة شفاء المقعد، حلو نعرف أنه بكنيستنا نحتفل بثلاث أعياد جمعة بالسنة الطقسية، طبعا بالإضافة إلى يوم الجمعة العظيمة يوم الصلب، نحتفل بثلاث مرات بأيام جمعة بأعياد في الكنيسة. والأساس هو يوم جمعة العظيمة. تعرفوا أيام الأسبوع منسميهم التنين أو الأحد، منبلش الأحد من واحد، والتنين من رقم اثنين يوم الثاني بالأسبوع، والثلاثة هو يوم الثالث، والأربعة هو الرابع، والخميس هو الخامس، ولكن يوم الجمعة ما سميناه السادس، منه اسم مشتق من يوم ستة، ولكن باللغة العربية يوم الجمعة مأخوذ من الجمعة، لأنه كانوا يجتمعوا فيه المؤمنين والمصلين، خصوصا عند بالدين الإسلامي نهار الجمعة كانوا يجتمعوا، من هون إجا باللغة العربية اسم الجمعة. بالسرياني منسميه عربته، عربته هو يوم الجمعة بالعربي، وعربته مأخوذة من فعل عرب اللي هو غربة من الغروب، يعني الكلمة نهار الجمعة مشتقة من الغروب. ليش؟ مثل ما منصلي بالشحيم بقول شافر إذ كان يوم دع عربته، والحلو أنه تسمى يوم الجمعة عربته لأنه بهذا اليوم، يعني تسمى بالغروب بهذا اليوم، في نصف النهار غربت الشمس، يوم صلب السيد المسيح غربت الشمس على الساعة 12 الظهر عندما صلب، وبقيت ثلاث ساعات غربت الشمس فيهم عن وجه الأرض، وشان هيك من نهار الجمعة منتذكر الغروب، هيك اجت بالسرياني. الثلاث أعياد اللي منعيد لهم أيام الجمعة هن أول شيء جمعة الأربعين اللي منعيدها بنهاية الصوم، نسميها جمعة الأربعين لأنه قطع 40 نهار على الصوم، ونهار الجمعة جمعة الأربعين منعيد ختام الصوم. الجمعة الثانية هي جمعة المعترفين والشهداء اللي هو أول نهار جمعة بعد عيد القيامة، منعيد له جمعة المعترفين، يعني منذكر فيه كل الشهداء اللي استشهدوا على مثال السيد المسيح. نهار الجمعة اللي قبله كان موت السيد المسيح على الصليب، قدم حياته من أجل العالم. نهار الجمعة اللي بعده مباشرة اللي هو بعد عيد القيامة نذكر جميع الشهداء اللي قدموا حياتهم من أجل السيد المسيح. ونهار الجمعة الثالث نحتفل فيه هو اليوم، أول جمعة بعد عيد العنصرة، بعد حلول الروح القدس على التلاميذ انطلقوا إلى البشارة مثل ما خبرنا سفر أعمال الرسل، وأجروا معجزات وآيات، وأول معجزة يذكرها لنا سفر أعمال الرسل هي شفاء هذا المقعد اللي كان على باب الهيكل الذي يقال له باب الجميل. أحد أبواب هيكل سليمان كان اسمه باب الجميل، وكان هناك مقعد بأن سفر أعمال الرسل جالس هناك، مقعد من بطن أمه، كان إنسان ما اختبر شو يعني واحد يمشي، ما نهار وقف على إجره، هو مقعد من 40 سنة من بطن أمه. سفر أعمال الرسل بيخبرنا عن بدايات الكنيسة، وبيقلنا كيف أنه بطرس في يوم 50 خرج
من العلية بعد الخوف اللي كان مسيطر عليه وعلى الرسل، وكرز بجرأة وبشر باسم السيد المسيح. وفي ذلك اليوم 3000 شخص اعتمدوا. مع أنه 3000 شخص اعتمدوا في ذلك اليوم، السلطات اليهودية في أورشليم ما تحركت، ولكن أول ما بدأت أعمال المعجزات ومنها شفاء هذا المقعد، بدأت السلطات اليهودية تضايق التلاميذ واستدعتهم. لما اعتمدوا 3000 واحد ما حدا تحرك، ولكن لما تحرك هذا المقعد وبدأت الجموع تتجمع حول هؤلاء التلاميذ، تحركوا اليهود واستدعوهم لبطرس يوحنا وبلشوا يحققوا معهم ليش عم تعملوا، ليش عم تبشروا، ومين طلب منكم، وإلى آخره. فإذن أهمية هذه المعجزة كيف أنه حركت الاضطهاد. ونحن بنعرف أنه ولو بداية أعمال الرسل عم توصف لنا حياة الكنيسة ببدايتها حلوة وبقلنا كان الجميع بمحبة وبألفة وبشركة، كان كل شيء مشترك بينهم، عم توصف لنا كيف الكنيسة لما بلشت كانت كلها بمحبة وألفة، ولكن ما حتطول بسفر أعمال الرسل ليفرجينا كيف أنه هالمحبة والألفة موجودة ولكن مع اضطهادات. وبلشت هذه الاضطهادات من الخارج، كيف هالسلطات اليهودية بلشوا يضايقوا الرسل، وحتى من الداخل رح يفرجينا سفر أعمال الرسل كيف من هم مسيحيين مثل حنانيا وسفيرة، كيف من البداية كان في خداع، كان في رياء حتى بين من هم يدعون أنهم مسيحيين. صعد بطرس ويوحنا بقلنا سفر أعمال الرسل إلى الهيكل عند الساعة التاسعة. الساعة التاسعة هي ساعة موت السيد المسيح، هي الساعة 3 بعد الظهر، وكان بحسب التقليد اليهودي كانوا يقدموا الذبائح المسائية في تلك الساعة على الساعة التاسعة على التوقيت الروماني. نطرح منه 6 ساعات لورا نوصل، هي الساعة 3 بعد الظهر. وبالتالي بنفهم أن المسيحيين في البداية كانوا يترددون مثلهم مثل الرسل إلى الهيكل، طبعا ليس ليقربوا ذبائح، لأن هم بيعرفوا أن الذبائح بطلت بعد ذبيحة السيد المسيح، لأنه كمل كل شيء مثل ما قال السيد المسيح، تم كل شيء، ما في داعي ليكون في ذبائح. فإذا ما صعدوا من أجل الذبائح، ولكن طبعا صعدوا من أجل التبشير باسم يسوع المسيح. ولكن كانت ذكية من الرسل أن يصعدوا في وقت اللي كانت العالم تطلع فيه إلى الهيكل، يعني بوقت في عجقة، وهيك ما حدا بيحس أنه في عجقة زيادة عن اللزوم في ذلك النهار، أنه عم يطلعوا بوقت الصلاة وكل العالم تجي بالصلاة. وفي ذلك الوقت كان المقعد جالس على باب الهيكل، بيعرف أنه بهالوقت بيجي عالم كثير على الهيكل، وهو يستعطي من الناس صدق، يطلب منهم أن يعطوه صدق. فمع مرور الجموع يمر بطرس ويوحنا، وهذا المقعد يطلب دون أن ينظر إلى العالم. تعرفوا شخص مثل ما بتشوفوا بكتير محلات، إذا جالسين الفقراء يستعطون، مرات كتير بيكون عم يطلبوا حسنة لوجه الله، صدقة يا محسنين إلى آخره، وما بيطلعوا بالعالم، بينطروا أنه يسمعوا رنة الليرة اللي بتنزل لهم بال الصينية اللي حطينا حدن، أو بالوعاء اللي حطينه حدن. وقاطع بطرس ويوحنا وطلب منهم هذا المقعد مثل ما طلب من كل العالم. ولكن الإنجيل بيقلنا أنه في ذلك الوقت توقف بطرس ويوحنا وتفرس بطرس بهذا المقعد، وقف ونظر إليه، طلع فيه بوجهه، ولم يكن المارة مثل ما بتعرفوا بيقطعوا ما بيطلعوا، يعني بيقطعوا بيكبوا له مصاري وضلوا ماشيين. أما بطرس فوقف واتطلع فيه وقال له انظر إلي، أو انظر إلينا، لقاله ليوحنا، طلب منه أن يتوقف عنده، أن يقيم معه اتصال، أن يتكلم معه. نظر إليه، تكلم معه، وقال له لا ذهب ولا فضة عندنا. فإذن دخل باتصال معه بالنظر بالكلام، ثم لك أقول قم وامشي. وقلنا لسفر أعمال الرسل أنه مد يده وأقامه. طبعا هالحركات وهالنظرة وإلى آخره
بتذكرنا بالمعجزات التي تمت مع السيد المسيح. نفس الطريقة اللي رواها لوقا بالإنجيل يروي لنا الآن معجزات تمت مع الرسل وبنفس الحركات. وكأنه السيد المسيح بده يقول لنا لوقا في سفر أعمال الرسل هو نفسه الذي نظر إلى هذا المقعد، وهو نفسه الذي أكمل عمل الخلاص الذي بدأه في العالم من خلال جسده اللي هو الكنيسة، من خلال الرسل، وبواسطة هؤلاء الرسل هو نفسه تكلم مع هذا المقعد وأقام هذا المقعد، مد يده وأقامه، مثل ما كان عمل مع الأبرص، مثل ما كان عمل مع مقعدين كثر، مع الأعمى الذي مولود أعمى من بطن أمه. السيد المسيح نفسه يتابع عمله في العالم من خلال الكنيسة. الذي ظنوه قد مات، قد فني ذكره، صلبوه، قبروه، هو نفسه ما زال حي ويعمل. هذا المقعد ربما سمع بالسيد المسيح وكان يشتهي أن يراه، ولكن سمع أيضا أن هذا الإنسان قد مات، وما إجاني حظ أنه يقطع من حدي أنا بحياته، وأنه يزورني ويفتقدني ويشفيني مثل ما شفى كثيرين، كان يمكن عم يتحسر. ولكن السيد المسيح جاء إليه وتفقده من خلال الرسل، أسمعه صوته من خلال صوت الرسل، من خلال صوت الكنيسة، ومد له يد العون من خلال أيدي بطرس ويوحنا. هذا المقعد كان جالس بيقلنا على باب الهيكل، وقاله 40 سنة جالس على باب الهيكل، لم يدخل يوم إلى الهيكل، هو مجرد مقام بيقلنا بسفر أعمال الرسل قام ودخل إلى الهيكل وسبح الله. يعرف أنه الشافي هو الله، يعرف الذي شفاه هو الله. لم يتسنى له في حياته مثل ما كنت عم أقول أن يدخل إلى هذا الهيكل، قضى حياته على باب الهيكل. هيك في نتأمل ونشوف أنه هذا الإنسان ربما كان يقول في ذهنه أنه بدي أشوف شو بجمع، بلكي بيتجمع لي شوية مصاري وبقدر بيوم الأيام أنه أدخل للهيكل وصلي وما أكون محتاج أنه أجلس على باب الهيكل وأستعطي. ربما كان ينتظر أن تتجمع لديه بعض النقود لكي يتسنى له في يوم آخر، في أسبوع آخر، أن يدخل إلى الهيكل. ولكن طبعاً هذا الشيء ما كان رح يكفيه، وبقي كل حياته يأجل من يوم ليوم دخوله إلى الهيكل. وكانت ضغط الحياة اليومية اللي هو بالنسبة له معيشته، أن يعيش بده مصاري ليعيش، كان أهم من دخوله للهيكل، أو كان عم يأخذ من وقته أكثر، مش عم يقدر يدخل للهيكل ليسبح الله. ما فعله بطرس ويوحنا أنه سمحوا له أن تتغير حياته، ما راح قال تروح نحتفلنا بشي مطعم بشي محل بهالشفاء اللي صار معي، دخل إلى الهيكل مباشرة وسبح الله. فاليوم نسأل نفسنا إخوتي، هل نحن مثل هذا المخلع ننتظر من ينظر إلينا نظرة الرحمة ومن يمد إلينا يد العون؟ هل نحن من الذين يؤجلون مجيئنا إلى الهيكل بسبب ضغوط الحياة اليومية؟ هيك كان في ضغط على هذا الإنسان المسكين، يريد أن يؤمن معيشته، ما كان عنده وقت ليدخل ويصلي في الهيكل، ضغط الحياة اليومية كان يمنعه عن المجيء إلى الله. ولكن الله لم يتركه، هو جاء إليه، هو خرج إليه وأدخله إلى الهيكل. أم هل نحن نضع نفسنا مكان الرسل بطرس ويوحنا وننظر نظرة الرحمة إلى من يحتاج الرحمة، نظرة الشفقة، نظرة المحبة، ونمد يد العون إلى هؤلاء الناس؟ هل نحن نفعل ذلك مع من يحتاج إلى محبة الله؟ هل نحن ننظر إلى الناس على أنهم مساكين تعبانين يا حرام؟ أم هل نحن ننظر إلى أنهم خليقة الله وهم بحاجة إلى من يعينهم، إلى من ينظر إليهم نظرة رحمة، من يقدرهم كأشخاص وليس كعبء على المجتمع، أن يقدرهم كأشخاص هن بحاجة إلى مساعدة لكي يقفوا على أقدامهم؟
نحن هذا الشيء اللي لازم نسأل حالنا اليوم ونتعلمه من قصة المقعد، لكي في كل حين في كل ما نفعله نكون نحن مثل الرسل، أذرعة يسوع، جسد يسوع في هذا العالم، نكمل عمله الذي جاء يفعله في هذا العالم، وبذلك يتمجد اسم الله، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.